قائد الطرق ده قفلت عليا بعد نص ساعه وقالت بعد نص ساعه وحطيت الشوال ورحت رميتهم. ما انت ما تعرفوش، ما هو الراجل ما قالش انه يعرف. راجل ما قالش يعرف. ردك ما تعرفهاش؟ صاحبتي. وبررين ايه واحده عندها 13 سنه تتعرف عند واحده 17 سنه وتستمر الصداقه 3 سنوات؟ ليه؟ وهو لما يكون في مسافه زمنيه 10 دقائق تكون صحاب عليها تبقى جدك؟ طب منين يا استاذ؟ طب ماشي، صحاب فرق السن يعني مش بالضبط. ايه تاني؟ انا بشويه يا فندم مظلوم في امانه ربنا، فاضي سنتين ومظلوم في امانه ربنا، صدقني كمان انا ما اسمعش الصوت، انا انسان خطير. آية هاني ماهر حسين عمار حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع الآراء بالمعاقبة. آية هاني ماهر حسين عمارة بالإعدام حمقا. استقبلت حكم الاعدام بابتسامه صفراء. مسكت السكينه كانت عايزه تموتني، جيت انا واخده منها السكينه وجيت خبطتها خبطتين موتها. البنت قعدت في الشقه ميتها 3 ايام. قالت ان انا قعدت اقطع في الجثه وخدتها رحت رميتها، فانا خدت الجثه ورميتها في المصرف. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا. ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة واللي من خلالها بنرسخ لمفهومها من الغاية ان الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محالة. افكركم انا بجريمة كانت تم فصولها في شهر 7. فاكرين فتاة طنطا دي، بنت اللي عندها 17 سنة في تانية ثانوي؟ صورتها دي كنا احنا اتكلمنا عليها في شهر 7/23 السنة اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ البنت دي اسمها فرح محمد او فتاة طنطا، كانت الجريمة نهرها السوشيال ميديا والصحافة اطلقوا عليها فتاة طنطا. البنت دي كانت متخانقة مع اهلها فراحت لواحدة صاحبتها اسمها آية هاني. آية هاني عندها 19 سنة. آية جات لها خلاص تعال نأجر لك شقة، اوضه اقعدي فيها وبعدي عن اهلك خالص. كل ما يروحوا عشان تكتب عقد ايجار، البنت صغيره في السن 17 سنه ثانيه ثانوي، ما ينفعش ان هي تكتب عقد ايجار. فراحت ايه هاني جات خلاص انا اجل لك الشقه باسمي، انا عندي 19 سنه. ينفع؟ كان صاحب البيت راجل مسيحي عنده ابنه اسمه بوشوي، عنده بشو داع في العشرينات من عمر، فبشو قال له نأجرها لها. فراحوا فعلا أجروا الشقة باسم مين؟ باسم آية هاني اللي عندها 19 سنة. لكن اللي قعدت في الشقة مين؟ فرح محمد. المهم طبعا الاتنين أصدقاء، سواء كانت آية ولا فرح، كانوا بيقعدوا مع بعضهم. فجه يوم من الأيام آية عطت لفرح موبايل ايفون، جات لها اشتري منك ب 3500 جنيه. 3500 جنيه. فالبنت خدت منها الموبايل وقالت لها حاضر هديك الفلوس. كل ما آية تقول لها هات يا فرح ال 3500 تقول لها حاضر، بكره حاضر حاضر حاضر. الكلام ده اللي بتقوله مين؟ آية، احنا ما شفناش حاجه. ده آية هي اللي بتقول كده.
آية بتقول أنا عرفت إن في قصة حب كانت بين بيشوي صاحب البيت وبين البنت فرح صاحبتي، وإن هم العلاقة دي كتبوا ورقة جواز عرفي، لكن ده اختلاف دين. لكن ما علينا، هنفترض إن فرح دي ما كملتش 18 سنة 17 ما تعرفش حاجة، وإن بيشوي استغلها واستغل صغر سنة. المهم بتقول إن كان في ورقة جواز عرفي بين بيشوي وبين صاحبتي فرح اللي عندها 17 سنة، وانا كل ما اروح لصاحبتي اديني 3500 تقول لي معيش بكره بعد، فقلت لازم انا اهددها واخوفها علشان تجيب الفلوس. رحت سرقه ورقه الزواج العرفي اللي بينها وبين بيشوي، وابتديت اهدد صاحبتي ان انا هفضحها وهقول انها متجوزه بيشوي زواج عرفي، وكده غصب عنها هتدفع لي الفلوس هتخاف من الفضيحه. طب ايه اللي حصل؟ هي جات اللي حصلت ان هي اول ما عرفت ان انا سرقت ورقه الجواز العرفي وان معايا نسخه مسكت السكينه كانت عايزه تموتني، جيت انا واخده منها السكينه وجيت خبطتها خبطتين موتها. طيب وبعدين؟ جات خلاص قفلت باب الشقه ونزلت. طبعا البنت قعدت في الشقه ميته 3 ايام في شهر 7 في عز النار، الريحة انتشرت. بيشوي راح اتصل بآية، آية في ريحة وحشة في الشقة وعايزين يتصلوا بالشرطة، شوف انت عملت ايه. قالت له انا معايا ورقة الجواز العرفي وهفضحك اذا ما ساعدتنيش. تفضحيني كيف؟ انا مالي يا ماليش دعوة. قالت له لا، انت كنت على علاقة بالبنت وفي ورقة جواز عرفي بينك وبينها، وانا هفضحك لو ما ساعدتنيش. انت عملت؟ قالت له قتلتها جوه الشام. قال له خلاص تعالي وقولي للناس ان انت كنت سايبة لحمة على السفرة ونسيت تحطها في التلاجة وهي اللي عملت الريحة الوحشة دي. فعلا رجعت آية قالت للناس معلش يا جماعة انا كنت ناسية لحمة على السفرة ونسيتها وما قدرتش اجي والريحة. قال طب نظف الشقة عشان عاملة ريحة وحشة في العمارة كلها. قالت ان انا قعدت اقطع في الجثه وخدتها رحت رميتها في منطقه اسمها سبر باي في محافظه الغربيه، لان الجريمه دي كلها في طنطا في الغربيه. طب مين اللي ساعدك في التقطيع؟ قالت لا ما حد ساعدني في التقطيع، هو بيشوي بس هو اللي جاب لي التوك توك وقال لي خلصيني من المصيبه دي من البيت وطلعاها من البيت، لكن هو ما اشتركش معايا لا في القتل ولا في التقطيع، هو كل اللي قالوه لي خلصيني من المصيبه دي. فانا خدت الجثه ورميتها في المصرف في سبر باي في الغربيه وخلصت منها. اعترفت تفصيليه ومثلت الجريمه، بس هي كانت بتقول بتدافع عن نفسها ان هي ما كانش قصدها تقتلها، هي كانت فرح هي اللي عايزه تموتني لكن انا اللي خدت منها السكينه ودافعت عن نفسي. حكمت المحكمه باعدام ايه، وده اللي خلى آية كانت واقفة وهتشوفوا فيديو دلوقتي استقبلت حكم الإعدام بابتسامة صفراء ولم يعني يهتز لها جفن، رغم ان هي في بداية المحاكمة كانت بتبكي في الاول، كانت بتبكي وبتعيط وبتقول انا كنت مظلومة انا كنت بدافع عن نفسي، لكن لما جه الحكم بعد اخذ رأي مفتي الديار المصرية بالإعدام البنت استفت الحكم بابتسامة صفراء، خلت حتى بعض الوكالات الأجنبية والعربية زي قناة العربية جابت الفيديو ونزلته وهي بتستغرب ايه الابتسامة دي، واحدة اتحكم عليها بالإعدام وهي لسه ما كملتش 19 سنة بتبتسم لحظة النطق القاضي الجليل بإعدامها. اما بيشوي بقى اللي كان واقف منهار انا عملت ايه؟ لا انت عملت يا بيشوي، يا بيشوي انت، انا بستغرب اسمه بيشوي النبيل، انت يعني بيشوي كان بيستغرب انا عملت ايه يا بيشوي ايه؟ انت اللي قلت لها تعالي يا ايه خلصينا من المصيبه دي، يبقى انت شريك صحيح، انت لا قتلت ولا قطعت ولا اي حاجه، بس انت كنت عارف ان في قتيل وكنت لازم تبلغ الشرطه، كتمانك عن الجريمه اشترك فيها. تم الحكم على، طبعا المحكمه خدت الرافه بيشوي نبيل على اساس ان هو كان مأجر الشقه وان البنت كانت بتهدده بوقت الجواز العرفي، لكن هو لا شاف قتل ولا شارك في القتل ولا غيره، هو مأجر شقه لقى فيها ريحه وحشه اتصل بيها قال لها خلصيني من المصيبه اللي انت عملتيها.
حكمت على بشو نبيل بسنتين سجن وهو الآن بيقضي العقوبة. طبعا القضية بدأت في شهر 7 لكن الحكم كان يعني النهاردة، فحبينا بس نبين لكم ان القانون رادع ومهما كان ذكاء المجرم او المتهم فلن يفلت من العقاب. شوف هي رسمت وعامل كل ده عشان 3500 جنيه وعشان محمول، لكن القضاء اقتص واخيرا انزل الستار على قضية فتاة طنطا اللي شغلت الرأي العام، وخاصة الاثنين واحدة 19 سنة واحدة 17 سنة وبتتهرب من اهلها ويتأجر شقة وتقعد لوحديها وسهرية طويلة عريضة، وادي في الاخر نهاية التفكك الاسري، ادي نتيجته. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكرا.